أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، فما معنى ذلك؟ هل معناه حسره عن ساقيه أم أنه يخلع ثوبه؟ لا، ما هو بيخلع ثوبه، معناه أنه يحسره، يعني يرفع ثوبه حتى يصيب الماء المطر جسمه عليه الصلاة والسلام، حتى يصيب جسمه يعني ساقيه وأطرافه، لأنه ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فهو ماء مبارك، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه. نعم.